السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الفلوجة، يقرأها عليكم زيد عبد الوهاب وألاء هاشم. نبدأ هذه النشرة كالعادة بأبرز العناوين. صالح وأردوغان يبحثان أوضاع المنطقة ويؤكدان أهمية الدعم الدولي لاستقرار العراق. علاوي يباشر بمشاورات تشكيل الحكومة والانتخابات المبكرة في مقدمة برنامجه. إصابات في صفوف المتظاهرين بهجوم لمسلحي القبعات الزرق على ساحات الاعتصام. في أول حصيلة لوزارة الصحة عن ضحايا التظاهرات، نحو 400 شهيد منذ تشرين الأول. بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان التطورات السياسية والأمنية على الساحتين العربية والإقليمية والتنسيق والتعاون المشترك بين البلدين لترسيخ السلم والأمن في المنطقة وإيجاد الحلول للأزمات بالركون إلى الحوار البناء والجاد بين جميع الأطراف. وخلال مكالمة هاتفية قدم صالح تعازيه للرئيس التركي بحادث الزلزال الذي أودى بحياة عدد من المواطنين الأتراك، معبرا عن مواساته وتضامنه مع أسر الضحايا، فيما أكد على أهمية دعم المجتمع الدولي لاستقرار العراق والحفاظ على أمنه وسيادته وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين. سدد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة إعادة إعمار المدن المحررة بسرعة أكبر ووتيرة متصاعدة بعد الدمار الذي لحق بها. وقال صالح خلال استقباله وزير الخارجية البلجيكي فيليب جوفن إن إشراك المؤسسات والشركات البلجيكية في إعادة إعمار تلك المدن هو أمر مهم ويساهم في تحسين الواقع الخدمي المزري الذي تعيشه المحافظات المحررة. من جانبه أكد وزير الخارجية البلجيكي أن بلاده مستمرة بدعم العراق وحفظ سيادته وأمنه وإبعاده عن أي صراع إقليمي أو دولي. أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم أن المباحثات مع وزير الخارجية الكندي تركزت على رفع التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن العراق أطلع الوزير على آخر المجريات والمستجدات الأمنية على المستويين المحلي والدولي. النقاط الرئيسية التي تم بحثها مع المعالي الوزير هو التركيز على العلاقات الثنائية والتبادل التجاري ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وأيضا القضايا ذات الاهتمام المشترك وهي قضايا الجالية العراقية في بلجيكيا وما يتعلق بهموم وقضايا الجالية في بلجيكيا. بحثنا أيضا التطورات السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والمحلي. هذا كانت مباحثات مطولة، أجبنا على بعض أسئلة معالي السيد الوزير وأيضا وضحنا له الحالة في منطقتنا سواء كانت مع جيراننا وأيضا مع الملاحة في الخليج وأيضا حول القضية الفلسطينية
ومخرجات مؤتمر وزراء الخارجية الذي عقد في القاهرة. كما أشار الحكيم إلى أن العراق أكد على أهمية احترام الجميع لسيادته وبحث السبل الرامية للقضاء على الإرهاب بشكل كلي وإعادة الأعمار للمدن المحررة. أكدنا أيضا على أهمية احترام الجميع لسيادة العراق ودعم جهودنا للقضاء على الإرهاب وإعادة الإعمار. قضية التعاون المشترك بين بلجيكيا والعراق أخذت فترة طويلة من المفاوضات باعتبار بلجيكيا هي عضو في جبهة أو تحالف محاربة الإرهاب وأيضا عضو في الناتو، وبالتالي كان هذا الموضوع مدار البحث والمناقشات. من جانبه أكد وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفن أن تشكيل الحكومة المقبلة أمر صعب ولكنها مسألة حاسمة، مشيرا إلى جاهزية بلاده لتقديم الدعم الكامل للعراق على جميع الأصعدة بما فيها الاقتصادية. ليست من السهولة تشكيل حكومة، ليس سهلا، ولكنها مسألة حاسمة أو دقيقة أن تشكيل حكومة لأجل مصلحة الشعب. نحن جاهزون مستعدون للمساعدة قدر الإمكان لجعل الأمور أكثر فاعلية. تحدثت مع المعالي الوزير أن بلجيكا مستعدة للمساعدة في القضاء على الإرهاب ومساعدة العراق في هذا الشأن. تبادلنا الأحاديث بشكل مثمر. الوضع صعب مع السكان، نستطيع تقديم المساعدة على الصعيد السياسي والاقتصادي. الوضع الإقليمي ما زال صعب لكم بالطبع. الاستقرار العراق مهم جدا لنا، ونذكركم بالتزامنا بالاستعداد للمساعدة في إعادة الإعمار. استقبل رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخرت في العاصمة بغداد. وأكد علاوي خلال اللقاء حرصه على تنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات قادرة على إدارة البلاد في هذا الظرف الحساس والتهيئة لانتخابات نزيهة تلبي طموحات العراقيين جميعا، فيما تعهدت المبعوثة الأممية بتقديم كامل الدعم للحكومة المرتقبة بما يخدم مستقبل العراق وتطلعات جميع أبنائه. جددت المملكة الأردنية الهاشمية دعمها لحفظ استقرار وأمن وسيادة العراق على لسان وزير خارجيتها أو على لسان رئيس وزرائها عمر الرزاز خلال مكالمات هاتفية مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي. وشدد الجانبان خلال الاتصال على ضرورة استمرار التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بخفض التصعيد الحاصل بالمنطقة والعمل على إرساء السلام والاستقرار للشرق الأوسط والعالم بأسره. هذا وبحث رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي انتقال السلطة بشكل سلس وتراعى فيه الطرق الدستورية والقانونية. وأكد بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن الجانبين شددا على تقديم المصلحة العامة والعمل سويا لتحقيق مطالب المتظاهرين، فيما أكد عبد المهدي أنه توقف عن عقد اللقاءات الهامة والدخول في التزامات أساسية داخليا وخارجيا خشية تعارضها مع البرنامج الحكومي الذي يريد تقديمه رئيس الوزراء المكلف. هذا وباشر رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي بمشاورات تشكيل الحكومة وآليات إجراء انتخابات مبكرة. وذكرت مصادر سياسية أن علاوي التقى بقوى سياسية عدة بهدف طرح برنامجه الحكومي وآلية الذهاب لانتخابات مبكرة خلال مدة لا تتعدى منتصف العام المقبل. وقالت إن غالبية الكتل السياسية أبلغت علاوي زهدها بحصصها من الوزارات، في حين أشارت إلى أن علاوي ما زال حبيس عقدة التوازن المذهبي بسبب الجو العام الذي يسود أوساط الكتل السياسية.
مع بدء رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مشاورات تشكيل الحكومة، يبدي مراقبون قلقا إزاء تكرار سيناريو المحاصصة الحزبية والطائفية في الحكومة الجديدة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. على الرغم من حالة الغليان في شوارع البلاد ولا سيما جنوب ووسط البلاد، فضلا عن العاصمة بغداد رفضا لتكليف محمد توفيق علاوي رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن الأخير من المقرر أن يطلق حراكا واسعا لتشكيل حكومة لم يعد وصفها غريبا على العراقيين منذ سنوات، وهي تكنوقراط، لكنها سرعان ما تعود لتكون حكومة محاصصة طائفية وحزبية على غرار الحكومات السابقة. في هذا الإطار أنا أقول هو ملزم بحماية المتظاهرين وعدم تعرضهم لأي شكل من أشكال القمع أو عملية فض التظاهرات بأساليب قد تفضي إلى نتائج عكسية، وبالتالي ستفقد هذه الحكومة التكاد تكون الأمل الأخير في عراق ويعيش أوضاعا مضطربة. الاحتجاجات على مدار الأيام القليلة الماضية دخلت منعطفا جديدا تمثل في المواجهة بين المحتجين ضد الحكومة وأنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذين يحاولون فض الاعتصامات وفتح الطرق مع قوة الأمن. ما وعد به السيد علاوي وعد بأمور كثيرة جدا لعلها تتفوق حتى على مطالب المتظاهرين. هذا الأمر حقيقة سيبقى رهان عمله ورهان الكتل السياسية بمساعدته على تحقيق ما ألزم به نفسه. وكانت الطبقة الحاكمة في العراق ومعها الكتل السياسية تأمل نهاية ضغط الشارع وفتور زخم الاحتجاجات عقب تسمية محمد توفيق علاوي رئيسا لوزراء البلاد، لكن نشطاء الحراك اتجهوا نحو التصعيد بشكل زاد من تعقيد الوضع أكثر مما كان عليه. فراس الدليمي، قناة الفلوجة، بغداد. الأخبار مستمرة. دعا رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي المتظاهرين في جميع الساحات إلى سحب فتيل النزاعات والخلافات وعدم إتاحة الفرصة للفاسدين وعودة عقارب الساعة إلى الوراء. وقال علاوي إن التظاهرات حققت نتائج باهرة برفضها لمرشحي القوى والكتل السياسية، وتمثلت أيضا بفرض قانون انتخابات جديدة يصب بمصلحة الشعب بعيدا عن التطلعات الأخرى، مشيرا إلى أن روح الأخوة والمحبة والتعاون هي السبيل لإنقاذ العراق وتحقيق ازدهاره وتطوره. أصدر معتصمو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بيانا بشأن تطورات الأوضاع الجارية في البلاد والتوتر الحاصل بعد عودة أتباع التيار الصدري إلى ساحة التظاهر. وانتقد البيان ممارسة السلطة لكل أنواع القمع والترهيب ضد المتظاهرين، كما عد متظاهرو التحرير ما يتعرضون له إرهابا من نوع آخر تقوم به مجاميع خارجة عن القانون تنتمي إلى التيار الصدري. إلى ذلك هاجمت مجاميع ما يسمى بالقبعات الزرقاء التابعة لسرايا السلام، هاجمت عددا من ساحات الاحتجاجات بالأسلحة النارية والهراوات في محاولة لتفريق التظاهرات وفقا لوكالة الأناضول. كما نقلت الأناضول عن شهود عيان في النجف قولهم إن أصحاب القبعات الزرقاء أطلقوا الرصاص الحي بكثافة ضد المحتجين وسط المحافظة، مما تسبب بحالة هلع في الشارع. كما نقلت الأناضول عن أحد المتظاهرين قوله إن بعض أصحاب القبعات كان يحمل الأسلحة والبعض الآخر يحمل هراوات ويستهدف أي تجمع للمتظاهرين، فيما لم تتدخل القوات الأمنية لمنع المسلحين أو مساءلتهم عن كيفية حملهم السلاح خارج إطار الدولة. نبقى في النجف، حيث أعلنت مديرية الصحة إصابة متظاهرين اثنين بإطلاق الرصاص الحي خلال الصدامات التي حصلت بين المتظاهرين ومسلحي القبعات الزرقاء قرب مجسر الصدر. وأكدت مصادر أمنية أن مسلحي القبعات الزرق هاجموا المتظاهرين بالعصي والهراوات بعد وصولهم قرب مجسر الصدر، مما دفع المتظاهرين للرد عليهم بالحجارة وإجبارهم على التراجع والانسحاب من ذلك المجسر. في غضون ذلك أظهرت مشاهد مصورة مسلحي القبعات الزرق وهم يحملون أسلحة بيضاء وهراوات في مسعى للاعتداء على المتظاهرين.
سجل سجل ابنك باكر احكي وياك سجل ابنك باكر سجل ابنك باكر سجل له محتوى متظاهرين دستور هذا انت من تعارض الدستور انت من تعارض الدستور انت من تعارض الدستور انا وقف 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 الحق بالدستور الحق بالدستور الحق بالدستور على الضاحة وقت على الشارع الحق الحق بالدستور على الضاحة وقت على الشارع الحق مو تجيني انت والله من حشاية بالتغريدة مني لا تجدري تتنجحني هذا وأظهرت تسجيلات مصورة تداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا ينتمون إلى القبعات الزرقاء وهم يتوعدون المتظاهرين ويهددونهم بالسلاح في حال لم يتركوا ساحة التظاهر. جاهز؟ جاهز والله وداعتك جاهزين. جاهز ماجد جاهز؟ والله ان شاء الله احنا راشنا السيد ان شاء الله موجوده وان شاء الله منصورين بقوه الله فريق العود جماعه زيطه جماعه فلان جماعه علان خلينا نتوكلهم ان شاء الله احنا وان اخواني الذيول ذيول امريكا اللي بساعات خلت تطفر احسن لها والامام على نصحه نصيحه لله ابي حق صلاه ابي دائما مثل يا اخوي علي من ثلاثه مو ماشيين والله ما علي يا اخوي علي من ها جايكم ان شاء الله جايكم قبل جايكم بالبطه هسه بالدوسيه وعلى الفحل اخوان التجمع غرف جامع الحسن العسكري الادوات المطلوبه كاسكيته عدد واحد بوري طول متر وربع او توثيه مو مشيخ هذا أما الآن مشاهدينا ينضم إلينا من أربيل مباشرة المحلل السياسي علي فيلي أهلا بك أستاذ علي أستاذ علي إذن ما هي أبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء الجديد محمد علاوي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العراق؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين تحية لكم والمشاهدين الكرام بالحقيقة تحديات كبيرة تواجه السيد محمد توفيق العلاوي يعني هو جاء على ملفات ساخنة وملفات كثيرة بحاجة إلى علاج وعلاجها ليس بالأمر الهين وكذلك يعني أنا أشك بأن يلقى دعم الكامل من الطبقة السياسية لأنه اليوم الطبقة السياسية هي كل حزب أو كتلة لديها أجندة خاصة وليس هناك قاسم مشترك وهو يجب أن يكون مصلحة العراق ومصلحة المواطن العراقي مع الأسف الشديد فلهذا الملفات كثيرة والوضع معقد جدا يعني الله يكون في عون السيد محمد توفيق العلاوي يعني هو جاء في ظروف أكثر تعقيدا من الظروف التي جاء به السيد عادل عبد المهدي طيب. ونرى بأن حكومة السيد عادل عبد المهدي لم تدم أكثر من عام فلهذا يعني أنا أشك بأن يستطيع أن يخرج بالسفينة إلى بر الأمان رغم كل تمنياتي له بالتوفيق السيد علي ركزت في بداية حديثك على تشكيكك بإمكانية الدعم الكامل من قبل الكتل السياسية للسيد محمد توفيق العلاوي ألم يكن اختيار السيد العلاوي توافقيا بين كتل البرلمان ما معنى هذا التشكيك الذي أشرت إليه؟ سيدتي العزيزة حتى وإن كان يعني توافقيا هو اختيار السيد توفيق العلاوي محمد توفيق العلاوي لكن كانوا الكتل السياسية والأحزاب السياسية والطبقة السياسية بشكل عام مجبرين على هذا الاختيار يعني كي يخرجوا من هذا المأزق ولو بشكل مؤقت
هناك اليوم معادلة جديدة دخلت، يعني السيد عادل عبد المهدي عندما جاء كمرشح توافقي بين الأحزاب السياسية لم تكن معادلة الشارع العراقي والحراك المدني موجود، اليوم أيضا الشارع هي معادلة دخلت على الخط، ويجب أن يكون السيد محمد توفيق العلاوي موضع رضا الشارع وقبول الشارع، ونرى هناك تباين في الآراء أيضا في الشارع، وأيضا القوى الدولية رغم بأنه في الوهلة الأولى الخصوم سنأتي على القوى الدولية فيما بعد سيد علي، لكن اسمح لي هنا بالمقاطعة بما يخص المعادلة الجديدة التي طرأت اليوم في المشهد العراقي، الشارع ورضا الشارع، إلى أي حد يمكن أن يكون الشارع عائقا أمام تشكيل الحكومة الجديدة من قبل السيد محمد علاوي؟ بالحقيقة الشارع اليوم هو يعني له تأثير أكبر من الأحزاب السياسية، يعني نرى بأنه الأحزاب السياسية لا تستطيع الصمود أمام مطالب الشارع ولا تستطيع أن تدلي بأي شيء يخالف توجهات الشارع رغم عدم قناعته بكل ما يطالب به في الشارع، فلهذا المعادلة معادلة الشارع اليوم والحراك المدني هو قوة كبيرة أكثر من القوى السياسية، يعني القوى السياسية ممكن في الخفاء يعمل على فشل السيد محمد توفيق العلاوي، لكن الشارع في العلن له مطالب واضحة، وإن تحقق جزء من هذه المطالب وهو يعني قانون جديد للانتخابات ومفوضية جديدة للانتخابات واستقالة حكومة، هذه كلها مكاسب للحراك المدني، ولكن أيضا سقف المطالب أكثر ما لم يلمس المواطن في حياته اليومية هذه التغييرات، ما جدوا هذه التغييرات إذا لم يلمس المواطن فالتغييرا في حياته اليومية وفي مستوى المعيشة وبالخدمات، فلهذا مطالب الشارع وضغط الشارع ومعادلة الشارع هو اللاعب الأساسي اليوم في العملية السياسية، ومن ثم تأتي الطبقة السياسية والأحزاب السياسية التي كما أسلفت مع الأسف الشديد الجميع لديه أجندة خاصة، وهذه الأجندة لا تخدم العراق، وليس هناك قاسم مشترك يتفق عليه كي يكون في خدمة الوطن والمواطن. سيد علي، على ذكر الأجندات وعلى ذكر الضغوط الدولية، كان هناك منذ البداية حالة استقطاب بين طهران وبين واشنطن في الساحة العراقية، إلى أي درجة حالة الاستقطاب هذه كانت حاضرة في اختيار محمد توفيق العلاوي وأيضا في ردود الأفعال الدولية الناجمة بعد اختياره رئيسا جديدا للوزراء؟ حالة الاستقطاب هي موجودة وإن الشكل اختلف، يعني التوتر منسوب التوتر انخفض نسبيا عن السابق، لأن كل جهة لا ترغب بالتصعيد وتصورت بأنه حققت جزء من ما كانت ترمي إليه، سواء الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أيضا بالرد على العمليات الأمريكية، فلهذا نرى بأنه المنسوب التوتر تم تخفيضه في هذه المرحلة، ولكن التجاذبات موجودة وكل جهة تحاول أن تصور بأنه هي تؤيد السيد محمد توفيق العلاوي شريطة أن يلتزم، يعني أحد النقاط الأساسية التي أخفق السيد عادل عبد المهدي مع الأسف الشديد هو في معالجته يعني التوازن بين أو النأي بالنفس بين في هذا الصراع القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأصبح العراق ساحة هذا الصراع وتصفية الحسابات، فالحكومة لم تستطع يعني والأمر لم يكن بالهين بأن تستطيع أن تقف موقف الحياد من الجانبين. الولايات المتحدة الأمريكية ترى في نفسها بأنه استثمرت استثمارات كبيرة بالعراق وأسقطت النظام السابق وقدمت السلطة على طبق من الذهب للطبقة السياسية، فيجب أن تكون مصالحها مؤمنة في العراق. إذن سيد علي، جمهورية إيران الإسلامية كدولة جارة احتضن نعم. إذا بالنظر إلى هذه التجاذبات وبالنظر إلى مصالح كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في الساحة العراقية، السؤال كيف تم التوافق على اختيار السيد محمد توفيق العلاوي، خصوصا وأنه قبل الاختيار كان يتم الحديث عن شخصية تلقى رضا الشارع ورضا الكتل السياسية ورضا إيران ورضا الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تم ذلك؟
يعني بالحقيقة شخصية السيد محمد توفيق العلاوي هي تلقى رضا الخصوم، يعني الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حسب ما أعلنوا، وجزء من الطبقة السياسية أيضا وليس جميع الطبقة السياسية، وأيضا الشارع هناك انقسام حول شخصية السيد محمد توفيق العلاوي بصفته كان وزيرا سابقا، وأنا رأيي الشخصي بأنه كان وزيرا نزيها ولم تكن عليه ملفات فساد كثيرة، وكذلك يعني كان مهنيا و يعني وزيرا تكنقراطا في الحكومات السابقة. نعم، بخصوص يعني قضايا الفساد، هناك قضية فساد أثيرت في عام 2012 وتم صدور حكم فيها في عام 2013 عندما كان وزيرا للاتصالات، ثم سحبت في عام 2014 للتصحيح فقط. نعم، يعني هو الحكم عندما سحب هذا دليل واضح بأنه كان هذا الحكم مسيسا. نحن مع الأسف الشديد في العراق يعني نصدر أحكام ضد خصومنا السياسيين، ومن بعد فترة عندما يتم الاتفاق السياسي تسحب، يعني هذا مع الأسف الشديد هو استهتار بالقضاء أيضا، ويشكك في حيادية القضاء أيضا، ولماذا أسقطت يعني كل هذه التهم إذا كانت هي تهم صحيحة، ولكن ليس عليه ملفات واضحة كأركان العملية السياسية الآخرين. نعم. الذين غرقوا حتى أذنيهم في الفساد، اتضحت وحتى الصورة. أيديهم تلطقت بدماء العراقيين، فلهذا نعم. أعذرني على المقاطعة، لم يتبقى لدينا وقت. المحلل السياسي الأستاذ علي فيلي، كنت معنا من أربيل، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. أظهرت إحصائيات رسمية صادرة من وزارة الصحة استشهاد نحو 400 متظاهر خلال التظاهرات الشعبية التي شهدها العراق منذ 25 من تشرين الأول الماضي، رغم ارتقاء العشرات من الشهداء منذ انطلاق الاحتجاجات مطلع تشرين الأول الماضي. وأكدت الإحصائية أن مجموع الشهداء الذين ارتقوا في شهر تشرين الأول بلغ 107 شهيدا، فيما بلغ عدد الشهداء 142 متظاهر في تشرين الثاني، كما وصل عدد الشهداء في كانون الأول إلى 19 متظاهرا، في حين لم تذكر الإحصائية عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال الفترة الممتدة بين الأول من تشرين الأول إلى 25 من نفس الشهر. في مقابل ذلك، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان استشهاد 556 شخصا في التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ تشرين الأول الماضي، ذلك تزامنا مع الحصيلة التي نشرتها وزارة الصحة. وأكدت المفوضية أن عدد شهداء التظاهرات التي انطلقت قبل 25 من تشرين الأول الماضي بحسب تقرير اللجنة التحقيقية بلغ 157 شخصا، فيما بلغ عدد الشهداء منذ التاريخ نفسه وحتى الآن 400 شخص، مبينة أن من يشكك عفوا بهذه الأرقام عليه الرد والكشف عن أي معلومات غيرها. حصيلة تلو الأخرى، واحدة تناقض الثانية، أعداد ترتفع وأخرى تنخفض، لكن الموت واحد والقاتل أيضا واحد، وما يريده المتظاهرون هنا محاسبة المجرمين. منذ انطلاقها في الأول من تشرين الأول الماضي، شهدت تظاهرات العراق محطات دامية، حيث تجاوزت أعداد الشهداء الذين سقطوا على أيدي مسلحين مجهولين أو تابعين للقوات الأمنية مئات الأشخاص. وبين إحصائيات حكومية وإحصائيات مفوضية حقوق الإنسان وتصريحات مسؤولين على أعلى المستويات أبرزهم رئيس الجمهورية، تفاوتت أعداد الضحايا. مفوضية حقوق الإنسان أكدت تسجيل حصيلة جديدة لشهداء التظاهرات تمثلت في 556 شهيدا، فيما قالت وكالة الأنباء الرسمية إن الإحصائية الصادرة عن دوائر الصحة تشمل 287 شهيدا فقط، بينهم 5 من القوات الأمنية. هذا التصريح سبقه تصريح لرئيس الجمهورية برهم صالح في مؤتمر دافوس الشهر الماضي، والذي أشار فيه إلى أن أعمال العنف التي يرتكبها الخارجون عن القانون أدت إلى استشهاد أكثر من 600 متظاهر، معظمهم من الشباب وكذلك عديد من رجال الأمن.
حصيلتان مختلفتان لأعداد ضحايا التظاهرات في يوم واحد. سبقتهما تصريحات أخرى لمسؤولين ومنظمات حقوقية، ومع تضارب تلك التصريحات تستمر ساحات التظاهر بالمطالبة بمحاسبة الجهات المسؤولة عن استهدافهم والكشف عنهم، الأمر الذي لم تكشفه الجهات الرسمية حتى الآن. ومعنا عبر سكايب من العاصمة بغداد الأستاذ علي البياتي، عضو مفوضية حقوق الإنسان. أستاذ علي، هذا التضارب في الأرقام ما بين مؤسسات السلطة، إلى ما يؤشر برأيك؟ نعم، مساء الخير عليكم وتحية طيبة لمشاهديكم. أهلا وسهلا. نعم، هناك تضارب، وهذا يعني شيء طبيعي في دولة مثل العراق، فيها الكثير من الإشكاليات بين مؤسسات الدولة وعدم وجود تنسيق حقيقي. ولكن قضية العنف والقمع وانتهاك حقوق الإنسان التي مورست خلال فترة التظاهرات هو موجود يعني باعتراف الكل. فاللجنة الأولية التي تشكلت، وهي لجنة بالأصل حكومية مع وجود طبعا جهات أخرى مثل مجلس القضاء وفوضية حقوق الإنسان فيها، تقرير اللجنة أثبت أن هناك 157 متظاهر قتلوا، عفوا 8 منهم منتسب أمني والبقية متظاهرين، واعترف أن هناك قيادات أمنية وجهات حكومية هي المسؤولة. وهذا تقرير حكومي يعني ليس تقرير مفوضية حقوق الإنسان، أو كنا عضو مراقب فيها وحاولنا قدر الإمكان الحفاظ على العدالة والشفافية داخل هذه اللجنة. لذا هذا التقرير هو أثبت أن هناك انتهاك وأن هناك عنف وقمع. لذلك أعتقد المشكلة ليست في الأرقام. بالنسبة لي مفوضية حقوق الإنسان هي تعتمد في عملها على مراقبة قبل الحديث عن عمل المفوضية أستاذ علي معذرة، ولكن يعني تعدد الأرقام وتضاربها وتضادها والفروقات الكبيرة ما بين هذه الأرقام من مؤسسات مهمة كالمؤسسات الأمنية أو مؤسسة وزارة الصحة، يعني أن هناك تخبط يعني، وبالتالي تلجأ المنظمات ربما الحقوقية أو العالمية التي تتعامل يعني مع هذه الأرقام إلى أن تجتهد في إيجاد وسائل أخرى لإحصاء أعداد ضحايا التظاهرات في العراق. يعني دعني أوضح لك نقطة. يعني أولا نحن نتحدث عن انتهاك يعني تقوم به الحكومة وجهات حكومية بغض النظر عن تسميات أخرى. لذلك من الضروري أن تكون الجهة المراقبة أو الجهة التي تعلن هذه الأرقام هي جهة غير حكومية. يعني هذا شيء واضح جدا. نحن عمل المفوضية وعمل كل مؤسسات حقوق الإنسان هي تراقب الحكومات. لذلك لو تحدثنا عن أي انتهاك يصدر من الحكومة فبكل تأكيد يعني لا يمكن أن نعتمد كليا على إحصائيات الحكومة. نعم، نحن نطابق ما يصدر من المؤسسات، وأرقامنا بصراحة أصلا يعني هناك تطابق حقيقي ما بين أرقام المفوضية واعتمادها على فرقها وما بين الأرقام الصادرة الجهات الحكومية. هناك وثائق وهناك كتب رسمية بيننا وبين هذه المؤسسات، لا يوجد أي إشكال. نعم، قد تكون هناك تأخير أو تقديم في إعلان هذه الإحصائيات. يوم أمس أنا قرأت إحصائية نشرت في وكالة الأنباء العراقية وهي تابعة لشبكة الإعلام العراقية وهي جهة حكومية. الإحصاء تحدث عن 399 قتيل منذ 25 أكتوبر، يعني لم يضف إلى هذا العدد الأولي الذي أثبتته اللجنة التحقيقية وهي 157. يعني هناك اتفاق على أصل الأعداد والمجموع. نعم، قد تكون هناك 10 أو 20 فرق ما بين الإحصائيات. القلق أستاذ علي، القلق بأن هذه الأرقام يعني يتم الاعتماد عليها في مسألة التعويضات، في مسألة اعتراف الحكومة باستحقاقات أولئك الضحايا وعوائلهم، وبالتالي ألا تخشى من أن يكون هناك انعكاس على نوايا التعويض لاحقا الذي ممكن أن يخصص يعني في موازنة ما لكل عائلة؟ نعم، سقط فيها ضحية في الاحتجاجات سواء كان شهيدا أو جريح. بكل تأكيد يعني هو كل شيء وارد، ولكن أنا أتحدث عن المؤسسة التي أعمل فيها. مفوضية حقوق الإنسان هي جهة رسمية ولديها قانون ولديها حصانة في عملها وتصريحاتها وبياناتها. لذلك هذه الأرقام فيها أسماء أيضا وفيها ثبوتات وأوراق رسمية حول إصاباتهم أو قتلهم. لذلك أي شخص لو غبن حقه أو تعرض إلى انتهاك آخر فيما ذكرتم سواء مسألة التعويضات أو قضايا قانونية أخرى
بكل تأكيد يعني المفوضية موجودة، كما أنه من ضمن صلاحات صلاحيات المفوضية أيضا إحالة هذه القضايا إلى محاكم حقوق الإنسان، وهو ما يجري حاليا من خلال مخاطباتنا لجهاز الادعاء العام. شكرا جزيلا على البياتي عضو مفوضية حقوق الإنسان، كنت معنا مباشرة من بغداد عبر سكايب. الأخبار مستمرة. في ظل تردي الأوضاع المعيشية في مدينة الموصل، اشتكى أصحاب الأفران والمخابز من غياب الدعم الحكومي وارتفاع المبالغ التي يدفعونها لشركة المنتوجات النفطية. أصحاب الأفران أكدوا أن وزارة النفط كانت تعطيهم 3,000 لتر من النفط كل شهر، إلا أنها قللت هذه الكمية إلى 2,000 لتر دون معرفة الأسباب، كما أبدوا استياءهم من قرار دفع 120,000 دينار في الشهر لدائرة الضمان الاجتماعي عن كل عامل في المخبز، مشيرين إلى أن هكذا قرارات ستؤدي إلى إغلاق العديد من الأفران والمخابز. شاكلنا هسه على الضمان الاجتماعي اللي مرتبطة ربطوها مع شركة المنتوجات النفطية بأنه سدد كل شهر مبلغ 120,000 على كل عامل، كل مخبز ما يقارب به 5-6 عمال، أش قد راح ندفع نحن؟ أجد راح ندفع هاي وحدة. اثنين، الحصة مالنا كانت 3,000 لتر من المنتوجات النفطية، سووها 2,000، من بعد التحرير استلمنا تقريبا 6 أشهر على 3,000، هسا قللوها، من بعد قللوها صارنا 2.5 سنين نستلم على 2,000. ليش؟ ليش؟ وين الألف مالنا؟ وين عتروح؟ ما نعرف شنو أسباب القطع لألف لتر، كانت الحصة مالتنا 3,000 لتر سووها 2,000 لتر. وثاني شغلة، ماكو أي دعم للأفران أو المخابز، يعني الطحين عم ناخذه تجاري، ومرات الحصة ما تكفينا نتوازن ندار إلى تجاري. وثاني شغلة على الضمان الاجتماعي 60,000 على العامل، وهسه سووها من شهر الثاني سووها 120,000 على العامل. زين احنا ايش راح يطلع بيدنا؟ ايش راح نوفر للعامل؟ زين عندنا مصاريف، عندنا باقي شغلات، راح نضطر نعزل، يعني ما الأفران والمخابز، جميع الأفران والمخابز راح تضطر تعزل. يعني نبقى في ملف ضعف الخدمات في مدينة الموصل، حيث أبدى أهالي المدينة امتعاضهم الشديد من رداءة تزويدهم بالتيار الكهربائي، فضلا عن ارتفاع أسعار الاشتراكات بالمولدات الأهلية. الأهالي ناشدوا محافظة نينوى بإيجاد حل لمشكلة تكرار انقطاع التيار من خلال إعادة تأهيل المحولات المتضررة والتالفة، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الاشتراكات الشهرية في المولدات الأهلية التي تجاوزت 15,000 دينار للأمبير الواحد. والله الكهرباء بالنسبة للكهرباء زفت، اترفق لايت. أنا بالنسبة لي جهازين الباعة اشتعلوا لي، تجي 3 ثواني وخمس دقائق أكثر ما تجي. وبالنسبة للمولدات الشعب لا حول ولا قوة، يعني ضعيف الحال، أصبح يشيل الواير ماله يفوت على بيته. الأمبيرية صارت 13 و17، وإذا وصل 15 أمبير، زين الفقير من يجيب؟ لا حول ولا قوة. الرقم مثل ما يقول، نسأل سيادة المحافظ أن يراعي هذا الشعب لا حول ولا قوة. نعاني من شغلة الكهرباء، المولدات والوطني. الوطني فرد مرة زفت، ها كل 5 دقائق ويطفي، كل 5 دقائق ويطفي. فنريد حل يعني من سيادة المحافظ أن يشوف لنا حل. وشغلة الأمبيرية المولدة يعني 17 و20 و15 و13، هذا ما حل هذا يا أخي. تحاكي ابو المولد يقول انا ما لي علاقه، انا لا حول ولا قوه اصرف غاز هاني، والرجال هم يعني ما له ذنب. اريد يعني قرار من المحافظه، ان كل محافظ لينا وان يتخذ قرار نهائي ويا المولدات. في خطوة نحو تصحيح المعلومات والحوادث غير الدقيقة والمنسوبة إلى مدينة الفلوجة المشهورة بمواقفها الوطنية الرافضة للاحتلال بكل أنواعه، عقد المنتدى العلمي والثقافي في الفلوجة ندوة علمية عن المدينة في العهد العثماني. التفاصيل في هذا التقرير. مدينة الفلوجة كأي مدينة مشهورة يكتب عن تاريخها ومواقفها كثيرون، إلا أنه ليس كل ما يكتب حقيقيا ورصينا ودقيقا. وعلى هذا الأساس عقد المنتدى العلمي والثقافي في الفلوجة ندوة عن المدينة في العهد العثماني من ناحية النشأة والتطور. الفلوجة لما لها من رمزية كبيرة في تاريخ العراق المعاصر وسمعتها حتى في جميع دول العالم، يجب أن نبحث عن تاريخ القديم والحديث، والكتابات اللي كتبت عن هذه المدينة لا تتناسب
مع رمزية المدينة ومكانتها. الفلوجة موجودة في وثائق العهد العثماني في كل من أنقرة وإسطنبول اللتان تضمان عشرات الملايين من الوثائق والمخطوطات، وهي متاحة للباحثين والمتخصصين. هناك تقريبا 100 مليون وثيقة الآن مصنفة وموجودة ومتاحة لجميع الباحثين، والأرشيف العثماني موجود في إسطنبول وموجود في أنقرة وهو متاح بشكل ميسر لجميع الباحثين، وأنا شخصيا دخلت هذا الأرشيف عدة مرات. البحث في المراجع التاريخية اختصاص المؤرخين والباحثين الذين دائما ما ينصحون القراء والمهتمين بعدم التصديق بأي كتاب تاريخي يفتقر إلى الوثائق. أنصح بالرجوع إلى الكتب اللي تعتمد على الوثيقة، الوثيقة الحكومية، بدايات الفلوجة، الوثائق العثمانية المبثوثة في الأرشيف العثماني خير دليل وأحسن وثيقة، ثم الوثائق الأخرى في أرشيف الدولة العراقية اللي تأسست في عام 1921، تبقى هاي المرتبة الأولى، ثم مرتبة الكتابات الأخرى وأقلها هي الرواية الشفوية والمذكرات الشخصية. لقناة الفلوجة سلام خالد، الأنبار. هذه نشرة مستمرة ونتابع فيها بعد قليل. الطيران الروسي يواصل قصف منازل المدنيين في إدلب، ونازحو المدينة يطالبون أوروبا بموقف حازم. ارتفعت حصيلة القتلى المدنيين جراء قصف النظام السوري والطيران الروسي على إدلب يوم أمس إلى 11 مدنيا. هذا وخرج المئات من النازحين في مخيم ببلدة حارم بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد بتظاهرات طالبوا فيها الاتحاد الأوروبي بموقف حازم على خلفية تواصل قصف النظام وحليفه الروسي على الشمال السوري. إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن 5 جنود وموظفين قتلوا بقصف لقوات النظام السوري طال منطقة خفض التصعيد في إدلب. وقالت الوزارة إن القوات العسكرية تواصل الرد الذي يأتي في إطار الدفاع عن النفس، مؤكدة إصابة 9 آخرين بالهجوم. من جانبه، سارع وزير الدفاع التركي خلوصي أغار إلى الوصول للحدود السورية للاطلاع ميدانياً على عمليات الرد التي استهدفت قوات النظام السوري. بدوره، حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تترك هجمات النظام السوري على القوات التركية في إدلب دون رد، داعيا روسيا إلى عدم وضع عراقيل في إطار الرد على قصف تعرض له الجنود الأتراك. إغلاق 40 موقعا في الوقت الحالي ضمن الأهداف الثابتة للعملية. وفقا للنتائج الأولية، تم تحييد حوالي 30 إلى 35 جنديا سوريا على الجانب الآخر. أدعو السلطات الروسية بشكل خاص إلى عدم وضع العراقيل أمامنا في الرد على القصف الذي تعرض له جنودنا في إدلب. إلى الصين، حيث ارتفعت أعداد الوفيات إلى 361 شخصا جراء الانتشار الواسع لفيروس كورونا. وسجلت وزارة الصحة الصينية أكثر من 2000 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك ترتفع أعداد المصابين إلى 17,200 مصاب في عموم البلاد، تزامنا مع إنهاء الصين تشييد مستشفى خاص بالفيروس بمدينة ووهان بعد 8 أيام على انطلاق أعمال البناء. أعلنت وزارة الصحة الإيطالية نجاحها في عزل فيروس كورونا بجميع أنحاء البلاد، وبذلك أصبحت أول بلد أوروبي ينجح في عزل الفيروس منذ ظهوره في ووهان
وسط الصين. وأشارت الوزارة إلى أن إجراءاتها المتبعة لعدم نقل الفيروس اتخذت بعد دراسات متعددة أفضت إلى جعل البلاد الأولى أوروبيا بعزل الفيروس الذي هدد الدول العالمية، معللة استمرار الإجراءات في المطارات والمنافذ الحدودية. أوضحت أن هذا النجاح يظهر الأهمية والجودة العالية لنظام الصحة الإيطالي، وأن إيطاليا ستتيح للأوساط العلمية الدولية استخدام هذه النتيجة. مشاهدينا، وفي ختام هذه النشرة نذكركم بأبرز عناوين. صالح وأردوغان يبحثان أوضاع المنطقة ويؤكدان أهمية الدعم الدولي لاستقرار العراق. علاوي يباشر بمشاورات تشكيل الحكومة والانتخابات المبكرة في مقدمة برنامجه. قبل جايكم بالبطه هسه بالدوسيه وعلى الفحل. إصابات في صفوف المتظاهرين بهجوم لمسلحي القبعات الزرقاء على ساحة الاعتصام. في أول حصيلة لوزارة الصحة عن ضحايا التظاهرات نحو 400 شهيد منذ تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ودائما كالعادة للمزيد زوروا الفلوجة دوت تي في وأيضا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله. يعطيك العافية.